هو الو الو، كيفك؟ منيحة، انت كيفك؟ انت بالشغل؟ ايه، ليش شوفي؟ امتى رح تطلعي؟ اشتقت لك، حابب اني شوفك. شو رايك اجي لعندك اليوم؟ عن جد؟ ايه، حتى اذا بدك فيه ضل كم يوم، يعني منقضي وقت حلو. يا ريت لو بقدر، بس عن جد ما فيني، لانه امه وخالتها لمروة اجوا لعنا مبارح، يمكن يبقوا لاسبوع. بسيطة مهند، عن جد الموضوع مو بإيدي. يا الله، فيك تأجلها للأسبوع الجاي؟ خلص، لا تاكلي هم. فينا نلتقي برا إذا بدك. ماشي، روحي بعدين برجع بحاكيكي. شو رأيك نطلع المساء ونتعشى؟ خلص بشوف، خليني قرر وبرجع بخبري. طيب شوف وخبرني. بالسلامة. طلب على اي طاولة؟ ما بعرف، بس هذا الطلب انت مسجلتي. عفوا، انا ضروري ارد على التليفون، بعتذر منك. ما بكفي انك تاخرتي اليوم، شو هالشغل هاد؟ الو، نحن لازم نحكي. من شوي حكيت مع مؤيد ومو حابه اسمع اي شيء بخصوص هداك الموضوع. جميلة، انت ما بتعرفي الحقيقة، الحق كان علي. الو جميلة. ايه معك. عم قلك انا اللي غلطت، بترجاكي جميلة بلا ما تعملي له مشاكل لمؤيد على الفاضي. كيف يعني مشاكل على الفاضي؟ ليك، المذنب هو انا، وضيت عقوبتي. وقعت تتهمي بشي هو ما له علاقة بالموضوع، عم تفهمي؟ سمعتي شو قلت لك؟ طيب ليش خبى هالشي عني؟ لأنه متفقين هالشي لازم يضل بيناتنا وما نحكي لحدا بنوب. هالشي بيهمنا إلنا وبس. أنا بيهمني أعرف كل شي بيتعلق بالزلمة يلي رح أتجوزه. ماشي، ما بصير إنه يكون في بيناتنا أسرار، ولا أنا غلطان؟ ليكي، مؤيد ما إله ذنب بنوب، بسبب يساوى هيك. جميلة، يلا هلأ جاي، صار لازم أرجع هالشي. وقعك تخربي علاقتك مع مؤيد بسبب هالشي. ماشي، نشوف. يا اختي قربي وشوفي، ما فيك تطلعي، قربي لهون، قربي. شو شايفك موسع بصرتك لهون؟ يلا حبيبي يلا، رجع مثل ما كنت لشوف. شوف شغلك وما دخلك. بعدها شوي بلا ما تخليني هلا عالصيد. شو مفكر ما في غيرك يعني هون بالسوق؟ بعدها ولا رح نادي للتموين؟ يلا اذا كنت زلمه روح ناديلهم، ناديلهم ورجيني شلون بدك تبسط هون. لك لا تخليني هلا اعمل مشكله من الصبح. يلا بعدها يلا، روح من وشي احسن لك. ها علي، شوفي. لا ما في شيء مهند، اللي انت كيفك؟ ليش كان عم بيعيط عليك؟ لك ما في شيء. يلا روح من هون. سكوت مهند، اتركه. خلص عمل لك شلون بتعيط عليه ولا؟ مهند خلص اتركه. شو عم تساوي؟ ولا خلص اتركه للزلمه. شو دخلك بالموضوع؟ خلص خلص، روح انت هلا على بسطك. يلا مهند، قاعد هيك لشوف. تعال لعندي قرب، تعال تعال. خلص شو عم تعمل؟ مهند خلص بعد، خليني كسر رقبتك ولا؟ روح على بسطك يلا. نعم على هالقصة. خلص روح، تعال انت معي لك يلا. قد ما بديك مهند، خلص روح اقعد بقى. هلا بتجي الشرطه وبتصادر لنا البضاعه وبتحطنا بالسجن. مهند لك خلص، ما عم تفهم؟ لك كان بده يمد ايده عليه. مهند اتركه بحاله، اذا كل مره بدنا نتقاتل مع بعض ما حدا بيفتح بصه بهالبلد.
يلا أخي عود هون عود ريح لي حالا. شو شايفك حامل الشنطة وماشي؟ بدي روح. لوين؟ مو مبين بس اخذت قرار، مو قادر انضل قاعد معهم بالبيت يا علي. ليش لبسوا الخواتم؟ شو لهم علاقة؟ يعني شو بيعرفني أنا؟ قلت بركي صاير شي مشكلة معك. مو هيك، بس مدام أنا موجود رح تستمر المشاكل. على طول أنا بكون السبب. طيب ماشي، عندي هلأ شغل وبعدين بنحكي. لسه ما فرت البضاعة. يلا قوم ساعدني بفرد البضاعة على البسطة، ما مستاهلة كل هالساعات. فش خلقك بالشغل. يلا يلا أركان، حط هالشنطة عندك. يلا خلص خلينا المشي، لا توقف.